بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. لمان أخيارتك وتحن ميجكا نور الأمة حان لين هيسو دواد حالكا نمحنكو هينا برنامج عصب وانو عدرني وناقة أمدة من صلاح الأمة. برنامج كاسو كو قادة ديك دونو أمراضك إي عرضة إمارتي ليبكا بلشدة كودعة تاسو مارتي علماء إيو نمد دد مارتي متعلمين عن كو مارتي قادة دونو سي مارتي نوشكيان مارتي مشاكش أمدة مانتي واجهيسو إيما حال نقون كرا مانتي حال قدينا محارب لهم كسو قادنا مخدراتك حانوغنا مخدراتك إوني هاي مشكلة آد ياد وين خاصة المجال آن دقلنا هاي إيميل كستو إيدكتو قد مارتي صوماري إيدكتو مخدراتك ومشكلة عالمية هدنا مشكلة محلية ومارتي آد أمدة أو هاي سفر بعن حال قدني محاول نمرتي شيخينا شيخ عبد الرشيد عدو وعالم من علماء الأمة كمدة ونيرت مارت علماء جارس دكتور عبد الشيخ عدو هذا محرر اللي كتبت مارتي تكنولوجيا كيسة وكتخرجي من درسة النجاح الإسلامية سنة كمركو 1989 وكتخرجي كدي محسية التحاقي معهد كمعروفك ولي قانون معهد كيساوني في أمباسا تاسو كتخرجي 1992 مس يكون سجال بقول سجاشين لبدي إلهي محوية سيرين ويلتحاقه ودك بركة سنة سعودية حرمين خاصة مكة جامعة وين يكون تعالى جامعة المنقرة أيو التحاقي جامعة سو كب حي سنة كمركو أهل الله وكم اللبا شعد رشيد وصول لابطي أريمها دعوة يوم أرتي تدريسك طلاب تجارس وكب قاطئ إن بدن كدي من إلهي محوية فجين وكل لابط جامعة مر لبعض سو ماجستير وسمايو مداسة وهذه جامعة ليرها جامعة دي الجامعة الإسلامية في أوغندا مثل يقانو أيو أيو شيخة محو كتخصصي الدراسات الإسلامية محونا كتخرجي مار جامعة داسي ماجستير في قاطي سنة كمركوها لبكو ليسديد كدي من محو هذه جامعة بخت الرضا أو السودان كتعلو تاسو كتخرجي 2018 أسوى كسو قاطي الدكتورة من شهادة لوقانا PhD خاصة هان PhD رسالة كي سمحوها عنوان كي سمحوها القاد وأضراره على الفرد والمجتمع دراسة ميدانية على ولاية غارسة هذا فصيره وقاتك يدبك وكوها يوقفك يبول شدبا وانا دراسة خاصة غارسة كاونتي بركا ما دام ويهي حق بدن كهيو أريمها مخدراتك يو أريمها قاتك يدبك وكوها يومدا يان كوم ارتقاني حلقة دي نكوبات وحيوان كدويها المخدرات وأضراره مركم حالينا هاي شيخ عبد الرشيد فليتفضل مشكورا شيخ سودو اهلا وسهلا كلمة موجزة توصية ما شاء الله الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على المعطر حفظ العالمين وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهدي الى يوم الدين وبعد اولا الله سبحانه وتعالى ما هذا كله الله انه سخري كلان كان دعويه اه وان كهلينه مشكلة أو آخر مشكلة مشاكل أو ضرر مانته أو مدة لو تضوي إن كويسه إلى سبحانه وتعالى ما هذا سكدي بحنا هذا عليا مرضات نور أمة وصاق قبل قابسي مصوت نذيم سي كلن كان مركا شعب عبد الله أدل ما سنتين إلى سبحانه وتعالى وحان كبر ينا وحكى صو مدة لو تقوى هيو إلى سبحانه وتعالى إنه مدة خرق هذا مركا أدل ما سنتين شاعر رشيد جزاك الله خير ونوس الدوان هيسا حدان باللاونه عن كذا قالنه برنامج كه مخدرات كذا كبل اللاون تعريف تيس ما هو تعريف فكرة بسم الله مخدرات الشيخ معناها وكلمة عربية لكن في الصومال جا كلمة ضوء نكسون الله استعمله حوالين مندوري لو قدر نغلاد وحلو هذا دراكس مركه مخدرات كا وحيكب حيين على موضوع كقرآن تعريفات أدو بدن تعريف كأسوة جامدان سوق هذا وحويان حكوف السرين كل مادة تؤثر الحس أو العقل وقد تؤدي إلى الجنون يعني مادة كستا أما شيء كستا أو طابان أيو دريمها عقلية أو لغي يبهت أمر كده من الوكيانو قف كسوء استعمالك وحيران تهي هو تعقلية تكسيو ماذا إساسي كوفا سريع معناها تعريف كو قابلنا هذا سوق هذا لكن تعريفات كلها في رمضان أي جران صح مركا مخدرات كا ماذا كستو قفكا حسكي استكسين كرتو آه ولغدا ما لغايا ومركا قدام بيسو إنو والني وكا قاضو كا قاضو
هاهاتو أما عقلي وين دعوضه بحلعب هاهاتو أما هالنقطة وحلا عنه بحلا أما هالنقطة عرب والله سكدرو وحلا أرصدو أما سانك لا استعمله وحلا صنم معناه يسوق له مرتاس بروسه يكون مخدر وحكي سو مركب مخدر مكوا هذا هو تعريفه نعم هذان هرؤس عنه سؤال شلون الحين هاي طيبها يعني أنواع المخدراتك باقي بيسو مخدراتك أنواع سيبان تايل لكن لبا نوع بضن لبا نوع أي أبضن أنواع ديسا لبا نوع ويان قل قيبيو نوع حالي هذا طبيعي ناتشرال معناه هو حيلا سيدي محوها نباتك أما ديرتك إما هذا سيدي مثلا قاتك حشيشك أي وحلمتك يو نوع لي هذا صناعي أما كيماوي وأنواع نوع ديال بدلي أما كين لو بدلي أما حاكا لو دري لباسا أوين معنا مخدرات كبيرة جدا لكي ولوسي هاي جي نعم مع ملوسي هاي جي نعم نعم ما شاء الله كلية مشكلة كاستا شيخي أو أدونك صوبيرتو حل بيكو صوبيرتا أدونك مركادان تاريخ هان كهذا مخدراتك عالم الإسلام خاصة هان كورما نيكرنا أو كصوبيري عالمك مخدراتك مخدراتك هذا معناها تعريفتا أن شيء ينو مخدرات السلو يقانو هاتا خمرة مخدرات كمتاي أسودي خمرة طريقة أدب ليرتاي تزامن كنا النبي صلى الله عليه وسلم أوكي أيضا قرآن كسودين لكن مخدرات كلا أنواع دي سه ده نجيب أقول نقوله وحيله النوع أهري وعالم إسلامي سوق له وحوها حشيشكا نعم مغريزي وكلا كتاب كسب شيء جيا إنه وها نوع أهري عالم إسلامي سوق له حشيشكا نوع له يقانه وحورا سوق له لي هاي ليح بقول كنت نشديدي وقتي معناها تطارك إيمانين بغداد يبربرناين وقتها سوق غري شيخ حسين متي نفسي هو شيغي نوع اهري على الاسلام سوق انه حشيشكا مكا نوع اسو نوع اهري او معناها سوق غري على الاسلامي وخي خبرده كدنبيي مكا نوع اسو حشيشكا وونه تاريخ سان كو شيغي وقتي قدان شيغي او اهل 600 كونتون اي سديدي لها واو كون لو بقول افرت ميدي مسود ميدي طبعا يعني ميلادي هان ميلادي هان هو قياسه نعم حليها سوكو صوبيرتي على الاسلام نعم مشكله المخدرات نعم مركز يكون بلواتي على نعم. الاسلام هذان سي قد قلنا موضوعه سؤال شيخ تمحوي اسباب تناول المخدرات حاكيني كراغوفك انه مخدر استعماله حاكيني كراغ اسبابه يبدين لما نسوكو بكره لكن قارك بدا سوق قادنه سببته كوادو كين كرتو مخدرات iyo geerkiisa qofka waxa la macaasay in la yimaado waxa weyn iimaankiisu dhaifay qofka iimaanka duu dhaifo wuxuu u yahay wuxuu u nool yahay shay kastaba inuu la yimaado macaasay marka muqaddaradka asbaabta waxa kamida qofka iimaankiisu dhaif yahay sax ila shaygan haduu qofka xaaran xalaal boo kala garneeyin oo xuduud lehen iimaankiisu uu dhaifo waxa kasoo sameynaya waxa kamida asbaabaha suu tarbiya albayt macnaha qofka uu tarbiya wanaagsan soo marin وأن صفي عن لصو تربيينين وأخلاق ذي سئي ونكسنين وحكم ذا قدوة ذحن ضيشة ذحن مثل عانو جو حلقة يابا إنه أبيه سبو مخادرتك وعنايو أما محوقها بي أدي أوجوغي اللي وعنايو مكا قدوة قدوة ذحن حكم ذا وحكم ذا أصحاب طحن حن سيدو كلا القراء وصو قانو بيا بريشة نعم نعم مكا أصحاب طحن دورو بأيكا قاطان وقفوا مخادرة سعملوا وحكم ذا قفك إذا مشكلة خايستو oo u doonayo caalamkan uu ku nool yahay inuu ka baxo oo caalam khayaal ku noolaado qofka mushkilaha haysta marka uu doonayo mushkilad uu salmaansiyo oo uu aha problem kan haysto oo macnaha ismoogaysiyo markaas aad darteed ayuu wuxuu sameeyaa maandooriye si waaqaca uu ku jiro oo uga tago oo waaqaca kale u galo waxa kamid ah ikhwaani مخدرات كنا نسمع له أسبابها وحكمي ده الجهل بقى كمدة اللي ينقف كي مثلاً دوبه جهل يروح المقرنين أضرت وكينيو يبقى بتو نفتي سكينيو وحويان وسكر العيا وحكمي ده أسبابها محوها كلاو مثلاً المخدرات كينيان مجتمع أون أنتي إنكرين تقبل المجتمع مجتمع على حاجة ينقف كي مجتمع بيكونوا لي هاي مجتمع واحد دوبه إنكرين أما كديدين جعل ليه وياي وسيط وحما كعادي بس كنا قناعي ما كذب شيء عادي ممكن بقول فيه بس كنا قناعي marka asbaabaha ayaa kamid ah asbaabuhu way badan yihiin laakiin kuwaas maada ka xusta waa kuwa oo markaas la leeyahay oo ugu weyn oo ka qofka keeno mukhadaraat oo waxa kale oo kamid aan kugu daraya inuu san jirin mukhadaraat kasan ogsoonahay dawladda aad baa la dagaalamaan meel qaar dilba la gaarsiya meel qaar waa la xiraa laakiin wadankan aan joogno mise khaasatan gobolkan aan joogno waxaad moodaa mukhadaraatkan uu caadi ka noqday
dowladdu wax tallaabo ka qaadaysa ma laha. Meel kasta lagu iibinaya, suuqi baa lagu iibinaya, dukaamaha lagu iibinaya. Wax dowladdu tallaabo ay ka qaadayso ama wax taftiisho la sameynayo ama wax ciqaabo dadkii sameynayay murawijiinta ahaa ama dadkii isticmaalayay loo isgeysanayo ma laha. Marka maadaama uu iska noqdo shay caadi ah, qofku una cabsanaynin. بل بعض المخدرات حلا قد جايبا كاش كروب كاش كروب سيدي قاتو كلا قاتو كلا نعم ودكسونا تاس سيدا مركا تاس وحي كاين تي إذا كل دير هذان ومخدرات كي استعمالان جهار نهار أيوه حتى لعب سنين واقول ولا بقى جري ولا دوم جري حتى لكن عادي بس كان نقضي يوم ملك سول ويبنا مشكلة جدا كل اللي بالسياسة أي كده ما يصير تاس نصاب لا باي قصة ينبغى أنا سحبت وشيو أنا ها حال قدرتي غدوة سيئة مثل السوء التربية نعم توقفكم حوكين كرا أنه مخدرات استعمال أنا أبيه هو إلي هديس مخدرات استعمال يعني ما مانا يقضي نعم. مثلا كسوقات نعم أبيه نو استعمال هاي عن الجي مش فكرة خصب استعمال وقت وخذنا يا نعم مركا مثلا لو بيلو يرع يا ريس ومسايد أكتكو يا ريس يا شيخ محولي وان صومرو شيخ مسايد وكي استعمل وشيك يا حولي هاي حيس لهايين labadii wiil shaqaysan waxay isleeyeen asaga uu qaylayay anaga masaayidka waxaan ugu dirayaa waxaan yar rabaa ana waada waada la tan aan qulqo wataa tii mitlo tii mitlo naam marka qofku markuu asaga waxa uu reebayo oo asaga ka tagay ayuu anfacaya laakiin asuu isticmaalaya ilmo u dirsan waxa uu ka isoo bii kala qaaday asagana ay ugu isticmaala ma rabo ana cun buu leeyahay marka ma taas masaanaysa masaanaysa adraar mukhadarat ala fard mujtama'a taan qalno waxa dhig kartaa dhiibka ugu weyn oo maanta uu hayo maan dooriyaha mise mukhadaraadka fardiga qofka khaas ahaan mise bulsho ahaanba kan waa maxaa ka mid ah su'aal aad u wanaagsan weeyaan mukhadaraadka sadexdii shaac abdalla adraartis aad ay u badan tahay waxaanay saameysay adraarta mukhadaraadka maqaashada shariicah waxa loo ejiray adraar khamsa adraarta khamsa yani shanti shay oo muxuu ahaa laga maarmaanta ahaa oo diinka sabay ilaalisay diimiyada ka horreeyay diintan ay xafdiyeen sax ayay macnaha ayuu mukhadaraadka saameeyay taasoo koo ka tahay diinta walaba ka yahay caqliga saddex nafta afar cirdiga ama muxuu ahaa nasliga iyo maalka shantii mukhadaraadku baabiyey tafsiil hadda doonaysana waan ku siin karaa insha allahu tacaala maalan diinta hadaan soo qaadano anaa baqtisaar samaynayno soo gaadinayno waxaa weyaan san usan mukhadaraadka sida khamrada oo kale waxaa weyaan iyo sidoo aan dikreeyo aan salaata qofkii wuxuu ka oodayaa ama ka hortagayaa binnasi alquraan baa lagu sheegay binnasi alquraan salaadii culays buu ka dhigayaa diintii hore buu baabinayaa waxa arkaysaa maalanta maalmaha jumcaha ama waqtiga salaadii tukanayo dad waaweyn oo mukallafiina odayaal ah oo muxuu ahaa ama meelaha mukhadaraadku isticmaalayo masjidka aan imaanaynin jamacada aan soo xaadiraynin marka hor diintii buu baabinayaa caqligii waxaa way sidoo kale asagana haddii mukhadaraadka dhibka u weyn uu keenayo waa xagga caqliga maandooriya baa la yiraahdaa magaciisa marka waad aragtay dadka waalan magaalada socdo dhamaan waxa weeyaan waxa waalan waxa weeyaan waa maatay mukhadaraadka weeyaan oo caqliga ayuu baabinayaa tan saddexaad waxa weeyaan nafta badanka iyo nafta oo soo socdaan marka inuu qofkii caafimaad darro u keenayo waxyaalaha dadka dileen laba ay qabsamaan kuwa oo mubaasharata markay dilayaan fawri ah iyo kuwa bati yaryar cudurada qofku dhacayaan ilan qofkii markuu mukhadaraad isticmaalo waxa weeyaan fitamiinkii iyo caafimaadka baa jirkiisa ka tegaya waa kii abshir bacad lahaa difaaca jirka yaraan waa kii abshir bacad lahaa allah naxariiste qoryar raamso quudkana yare qaado marka mukhadaraadkan waa lamid igana sidoo kale qofka maxaa waye obatajka ay ka tagaya marka nafta dhibaato ayuu geysanaya qofka da hurdala'aan buu ku ridaya oo qofka habeenkii hurdada loogu talagalay ma helay araq buu ku ridaya waa arta habeenka dhow way soo jeedaan maalinta way hurdaan yani cagsi soomaali sidoo kale maalki iyo akhlaaq darrada waa arta xaggii muxuu ahaa hadda muxuu ahaa waxyaalaha faafayaan oo akhlaaq darrada iyo muxuu ahaa دوري مو كقادنا يا زينة إني فافتو دوري مو كقادنا مخدراتك لأنه قفكي مكو استعماله كنترول مالها عقل كنترول عقل بحق لو نستعمل لو ما قابه لأنه حاول أن واسيل عقلك وكله وادبر عقله وادبر مالك قفكي هاد مخدرات استعماله دبر كي بقوصنا يا مالك وحكي صبر قوصمينا يا قفكي دو قمر عبو وحاول أن سلك سون تهاي ودلك بقوصمينا يا زينة بقوصمينا يا شيء كسلة رحمة أم الخبائث أم الخبائث صما قرن لأن قمر مك أم الخبائث اللي هي مخدرات اللي عروت هذه عروت هذا إيه كم دي مكت marka haddaan u imaano maalki waxa way ka asaga faxad wal xaraj adigsoontahay dhaqaalaha u badan oo umada muxuu ahaa dadka baxayo oo meel aan macallin ku baxayo mukhadarad ku baxaya bisalada qaad ku soo qaato wakaal maanta sheegaysay magaalada Garissa maalintii waxa lagu qiyaasay yacni taqriiban 3 milyan oo shilin maalinta ka baxday magaaladan
هذه بشه ذكر في تميقين قنيسه يا والى تقريبا والعقد بون واي وساش المليمه محاول سنه كنا سدوا كله والعقد بدن مركا العقد نوع عاص يعني محاول امضى اي كبحسا جيب كده مرك سو نقنيسو ملك ما نسو كلام ملها مركا دقالها وبدن ما تنغبح انا مخادرات بو كبحيا دقالها وحاوين وامضى تير كده تير امضى كتاغنت ويان مركا امضى دي دقالها لا بابيو وعقليه لا بابيو دينته لا بابيو حصار مركا حصار مركا حصار مركا تاس وحاوين وبابا يعني هشنت الشيء ودينت يالنيسي مخادرات بو كدغي وحبك مو عقد لو كدغي نفط لو كدغي نسبك عرضي لو كدغي دينتي لكو ديغي مالكنا ضمان لكو ديغي وحاوي شتي وحبو مو تيين واخ كريم الله مرقتها ده كلت لابنا نقول ابنه مخدرات كمان تقو بضم لو استعمال نوستان حال مخدرات كده انا نوم بحث الرسايت سيمينيس مخدرات كده او بضم سد اكسونت هي وحاويان مخدرات اللي يقن قاتك قاتك كان كلا وحاويان وحلقه ان قرسنيو اما مخو اها لكن كان أبداً أو هذا محاومته يكون مشقيسينهن بلد يباديه وحاويان ومتين قاد كل يادو قاد كنا سألت سونتي وحاويان والبوابة الرئيسية للمخدرات قفكم كله على المخدرات مو قالوا الباب كورك سو قاليو وحاول وقادك كده بوجود بيا بنجي حشيش كي كوكايين كي قمرة إلى سيا وجود بيا مركا نوع أبداً ما أنت نكسون هاي يعني تقريبا يوميا إلى ثمان جرام مقدار إمتى وقاد كرهين سو قرن هذا ملف فوق وجوارد جارين وحلا سمعنا بوربورد يحنا عصر كلا مركا هرو حلا جار هذا هذا كي بادية حوله لجرين جوارد جيت استعان أيوة قاد يبسنيان مركا نوع عص قارب عن بورته قارب هذا عن قارب هذا عن بورته قاد كحلو ركتابه إسبار لو ركتاب نعم مركا أخير نوع أبدا محاويان سان كور هينو أما أنكو جاني مركا أنرساج كسميني وقادك نوع أبدا نوع استن لقى استعماله بل صومالي ملي جكتبه وحاويان وحى كوبا مبأسين ما توقعاتك ما له جوان بمثوب هالجوان أما صومالي هالجوان أما كيه هالجوان وحاويان نوع عن الحيوان قاتل ياد إنك صو لك هذا ويري هاي أم بقولك بحب بقى لك الصومالي إذا كنت هاي قاتك ونادرين وحاويان دوك بعد ما يعرف نف ويان ديك ما بكبح بسان وكسون هاي وحليش شيء جاي مجال هذا جيجا إنه كبح حق قاب كمده لكن أنت كصومالي إذا توقعات كم بحق مع ذلك أمضى أبضى ما استعماله يسوى استهلاكه يسوى وأمضى الصومالي اللي هذا مركا واضح غريب سمها كم شغال سام وحياة بدن سما وحياة بدن واي نعم محايس لها هي يعني ها مجتمع يعني قيبت أو تأثير كبدا أو سامين تو أد وسامي مخدراتك يعني ها هوينك عيالك بنيرتي قيبت أو بدن بالله هي وسامي طبعا هذا نجا أكتر وحاويان قيبت أو بدن هذا رجع أد استعمالك هوينك يكويرهين قبل قار حان كمان خبر هنا هذا هوينك استعمالان لكن أنا مسوق أنا شيء أرتاس لكن هذا يصير شو يسوق أرتون تا عادي بنقطة قوس أنا أصل قيلة مرة ذي هو إنك نيك يا هو إنك عرورتي كبيه لما أنا وافر هالك مركا أنا قتانا مسوق أرين لكن ويسوس عطا صان في الأيام اللي جوجون وياه مركا هذا اللي يردو أتلي وأتبض الأوها يا قيبت أبض هذا كله وأتي سن وأطلع اللي يردي تعليم تبي كتة جين شقادة بي كتة جين معوها واحد واحد مستقبل كوضعها في الدنيا والآخرة أي الله يعين مركا هذا في أوين كأبضن واستعمالين ورطا لين يرضى لأنه لأنه كي بطالة دي كل عضو وشغلان ينقذين وفراغ وي مادي وحي مركا سمينا مش وقتين مشغولين نفس هذا شيء حقه بكون مشغولين ويسو بعض بيكون مشغول ليسا مركا ضدك أبضن هذا استعمال هو حاويين لين يرضى ويان قريها يو قريها يو هاوين كانوا كتا أصرين وكتا أصرين مالا قار هذا هوين كوي بالله إنسان مقلي هوين بدنا استعمالا وجران لكن هذا إلى محوها ظاهرة هذا معطي أو لدريم كرو أي جوي إيبيان هوين كسر بدنا وي إيبيان لكن استعمالك وكوريا هوين كسر مقلي إلى الآن لكن هدي وحلاقة يا بقى إن لجار وقتي شدي يمن يوم لا قار كمده هوين كان استعمالا إن لجاره لجار نعم يعني وحيلك وحيله لا يكون حكم بده سو نطفط الشيء مرة حاسة هوين كمركي بدو قي لسه رغي وأكيد عسين لسي وذا بدوق نعم نعم ترى حكي أنت معناها رجي قريها كتجي ومعناها مسؤولين كلا يعي أي قريك صن قذين حافظك صن قذين مركا هويك مركا حير هذين هلاسي وذا بدوقة سير رجي قريها يجوعان نعم أرن لا يبلي بس حالا كيف نكافح المخدرات شقاب كان مارت أرد قال كرنا مخدراتك لا لا هي سامين تس ويرين كرنا وحكمين كرنا مخدراتك دقال كسرت وسكري بدني هاي دولته كسر الرجال حتى إعدام سيد سعودي وكله سعودي وحنا سعودي عظمة كذا أصعطه تذكر ذا
waxa ku qoran warning ama macnaha tahdhiir la leeyahay haddii mukhaadaraad lagu qabto waa dil maxa dalka wadankaas ay karla ee wadamadii qarashka badageliyeen oo dhaqaalaha galiyeen inay la dagaalamaan way karla yihiin marka waxa ugu wanaagsan oo la war dagaalami kara ee tawciya dadka xagga maskaxda in laga tawciyeeyo oo shaygan dhibaatooyinka u leeyahay adraartiisa loo cadeeyo marka qofka asaga ayaa marka ka joogsanaya laakiin dawlad iyo xoog iyo dawladda macnaha tawciyada iyo waxaas door ay qaadan kartaa laakiin dadkan dad jeel lagu karay maaha dad awood lagu karay maaha leen waxaan waxaa weyaan dhiiggooda ay ku shaqaynaya marka xagga in iimaankooda la soo dhiso tawciyo loo sameeyo caqal celin loo sameeyo sida un baa ugu wanaagsan oo muqaadaraadka lagu hortegi karaa waa tawciya nacam way kusugan tahay hataa waxaan waagisiyaal barre inuu reebay laakiin wuu kar waayey awood ayuu isticmaalay laakiin wuu kar waayey sadad garan marka muqaadaraadka awood laguma joojin karo qofka lamiirkiisa xagga lamiirka in laga soo galo oo xagga caqliga laga soo galo unbaa lagu joojin karaa madaris lagu akhriyo muxaadarooyin lagu sameeyo khudbooyinka jumcada lagu soo qaato yani barnaamij badan laga sameeyo xaqiiqatan barnaamij ma jira muqaadarada waxaan ku dhihi karaa tawciyiisa maba haynaba maba la hayo adiga naftaa magaalada waa joogtaay kam barnaamij tawciyaad aragtay wayna jidda wayna soma marka waxay u baahan tahay arrintan tawciya baahan tahay sheekh marka taa maxay noo tilaabinay culimada islaamka culimada diinka doorkay ku leeyihiin la dagaalanka muqaadaraadka dabcan maadaama meesha ay tawciya imaatay iyo maaragtay iimaaniyaad dadka in kor loo qaado haddii doorka culimada iskale marka culimadana waxay isku nahay taahiirku aada buu weyn yahay misaal adaan kusoo qaato mandiqadan hadd aan joogno gobolkan saad ka horeysay taariikhda waa waxaa jira dadka ay ahaayeen qabuuriin oo qabriga la aadi jiray tawxiidka suqhuraafaad badan jiray haweenka ay qaawnaayeen maantana waa aragta xaalada halkay marayso yaa bedelay shaqa laga qabtay doorkaas yaa ciyaaray doorka culimada ciyaartay marka culimada hadda way joogaan maanta inay ka badan yihiin marka waxaan aaminsanahay hadday doorkooda kasoo baxaan oo tawciya ay sameeyaan oo mukhaadaraadka xukunkiisa iyo adraartiisa ummadda ay u cadeeyaan in ay arrinta isbedelayso marka door weyn bay leeyihiin culimada mukhaadaraadka ma ahe ummadda mujtamaca oo dhan yani tawcidiisa iyo dhibaatooyinka ummadda haysato noocay ahaadaanbo inay ka dulqaadaan oo ummadda ay tawciya sameeyaan waa waajib culimada saaran waajibkaas ilahi subxana watacala ayaa saaray marka kulliiba hadday kasoo baxaan waxaan filayaa natiijadii ay isbedelayso dhibka badan maanta adduunka yaalla waxaa waaye munkarka faafa waay munkarka uu faafay munkarkana maxaa masuuli karaa ahlukhayrki way aamuseen ahlushirki markaa way ahlushirki aad bay ujoogan waad ogsoon tahay youtubeyaha waad aragta waxa ka socdo saaxada waxa ka socdo hataa wax kale iska dhaafay caqiidadii meesha ogaata gaartay yaa hadda qilqilka jirta xaaladeeda aan ogsoonnahay meeshay marayso nacam su-aasha ugu dambe sheekh oo gabagabad ah koyta qofka muslimka muminka ah oo waxaa la rabaa diintiisa raaco oo diinta ku dhaqmo taa maxaynu keeni xukunka isticmaalka mukhadaraadka muxuu yihi culummada ka sheegeen maandori nooc u ahaadaba in la isticmaalo waa su-aal aad u fiican jawaabteedana way gaaban tahay mukhaadaraadku wuxuu la xugan yahay khamrada khamrada ayuu la xugan yahay leanno cilada khamrada loo xarimay ayaa isagana laga helaya soma garan jamiic cilal oo khamrada laga helayo sida matalan anaad sidu cadiga helaya waa insalaad soomeen isagana sidoo kale cadaawey keenaysaa iyo baqdo soomeen isna waa keenaya xoolihay baabi'inaysaa xoolihi buu baabi'inaya soma garan marka khamrada ayay isu xugan yihiin mukhaadaraadka waa xaaraan nabi sal alay slamna waa kii nahiyey shay kasta oo muxuu ahaa muskir ah ama muxuu ahaa maandooriye nabi sal slam wuu nahiyey marka ilahi subxana wataala ayada badan bu qur-aan buu kaga hadlay lanna waa khabiith muqaadaraadka waa khabiith ilahi subxana watacala wuxuu leeyahay wayuxil lahum aayibaat wayuxarim calayhim alkhabaais marka maadaama muqadarad khabiith uu yahay khamrada ayuu la xugan yahay xoolihii in la baabiiyo ilahi subxana watacala wuu naga xarimay walaa tubadir tabdiiran ina nabadirina kaanuu ikhwaana shayaatiin qaadkana waxaa weyan waxaan ujeedaa muqaadaraadkana waxaa weyan xoolihii ayuu tabdiir ku sameynayaa muqaadaraadka wuu dilayaa qofka ilahina wuxu ley walaa taqtuluu anfusakum in allaha kaana bikum raxiima marka dhammaan anwaacdiisa wuxuu la xugan yahay muxuu ahaa khamrada leanno adraartiisa nabi sal slam waxaa ka sugan xadiidkii iyo maxamed uu soo saaray laa darara walaa daraar marka maadaama darar badan uu leeyahay saasuu xaaraan ku noqonaya mukhaadaraadka waana xaaraan qofka muslimkana waxaa weeyaan inuu ka fogaado leanno soomaaliya khamrada waxay u taqaanaa mafhuumkeeda khamrada dhalada ku jirto bisa khamrada waxaa weyaan kullamaa khaamar alcaql shay kastoo maskaxda bedelayo oo daboolayo waa khamra sawaa un kale ha noqdo wax la cunayo
waxa la cabayo sida khamrado kale wax la san kala saarnayo dama wasku xukun ma wasku xukun wasku xukun ha qaladaan ka hadlay sheekada waxaan u qatin insha Allah baaq iyo maartay tawsiya hadnu haysa dhalinyartii iyo waxa ka tagtay sheekh saan filay su'aal baad ku baraarujinaya su'aashii ahayd muxuu noqonayaa masiirka ummada ha masiirka ummada ha fi dhilli istimaal mukhadarat na'am ha qasa kasimu musam waxa weeyaan saan madama aan aragno dhibaatooyinka mukhadaradka leeyahay waxaan u muuqataa hadii ummadan mukhadaradka la kor qaadi waayo oo ummada laga badbaadin waayo ummada masiirkeeda waa mugdi mugdi weeyaan laanahu ummada kasta waxa weeyaan tiirka waxa weey dhalinyarada marka dhalinyarada waxa duubaabinayo odayaashu way tagayaan soo marka dhalinyarada waxa ay khad ka baxaan ummada wad garanaysa hadda meesha magaalada aan joogno waxa ka shaqeeyso ummada meel kale ka imaadeen ummada meel kale ka imaadeen weeyaan waxba ka akhriyo shaqadeen ka soo dhanba shaqada hata macallimiinti taqtariinti marka anaga dhalinyaradeena waxay ku mashquulsan yihiin wala mashquuli mukhadarad lagu mashquuli soo garan ummada kale ama gobollo kale soo loo galan waan garanayna oo wadankan aan joogno kamid ah marka waxa weyn ummada masiirkeeda waa mudlim waxa marka u baahan tahay mujtamaac dhamaantisa culimada kelimaha odayaal ba jiraan siyaasiyiin ba jiraan ninka siyaasiga waajibkiisa waxa weyn ummada inuu mukhadaradka ula dagaalamo wax kasta oo dhibi ummada ka hortagaal inuu ka hortago sama marka waxa weyn iyaga waxa mooda barnaamijkaas kuma jiraan ba barnaamijka khatka uma jiro marka waxaan ugu baaqi lahaa ummada hata doorashooyinka soo socdaan dadka mukhadaradka isticmaalaya la dooran horta barnaamijtooda ay ku daraan inay ka hortagayaan mukhadaradka marka mukhadaradka dhibaato weyn buu wahaa ummada masiirkeeda u baabinaya marka waxa weyn dhamaan culimada siyaasiyiinta odayaasha mamooyinka dhalinyarada dhamaan inaan takaatuf sameyno waan ka hortagno si aan uga badbaadno ama aan u yareyno mushkiladiisa laanu hadda hadaan yareyn weyno kuwa badan baa soo socda dhalinyare oo weli aan barano ay baran doonaan marka waxay ila tahay yacni adbaad ogsan tahay aad bay xaaladda u adag tahay fiidil mukhadarat nolosha aad bay adkaan doontaa waxaan dhici doonaa tagyiir dimuqraafi ah hataa mujtamaca is bedela sugaanka hataa way isbedeli doonaan haddii laga baabiin waayo waxaan soo gaarnay gabagada barnaamijka sheekheena sheekh cabdirashiid dr cadow aad buu mahadsan yahay ilaahay subxaana wa tacaala kelimadaas iyo cilmigaas uu noo la wadaagay ummadda islaamka la wadaagay ilaahay khayra ka siiyo ajra ka siiyo marka maxaa leeyahay dhammaan insha allah kulantii dambe intaan isku nimaayno sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaam waraxmatullahi wabarakaatu.